واش الاخوان واش الاخوات، واحد السلام عليكم الاخوه. المهم اليوم ندير واحد الرياكشن خفيه في ظريف على فيرا ماشي تي في، ولكن قبل من هاد اللعبه بغيت نناقش معكم القوانين ديال الراب باتل وشنو وقع في هذيك البلان ديال الجام شو بعجاله في الراب باتل. يعني يا بصح يعني في ستريت كل شيء جائز من ناحية شنو تقول. يعني تقدر مثلا تخسر الهضرة، تقدر تسب لبنادم الأصول ديال الفصول ديال أمهات أمه، تقدر تقول أي لعبة، تقدر تضرب بنادم في كيفاش كيبان، في التدين ديالو، في أي لعبة يعني في الشارع كدير. من ناحية واش عندك الحق تقيس بنادم ولا لا، تنظرة دي أهم حاجة بصراحة اللي بغيت نهضر عليها، وهي في الراب باتل عندك الحق تقيس بنادم في حوايجه، ولكن ما عندكش الحق تقيس بنادم في البشرة ديالو. بمعنى انه ما عندكش الحق مثلا تشد بنادم من صبعو ولا تجرو ولا تقرصو ولا شي لعبة في مسيني، ولكن تقدر تبيض قلب بنادم على حوايجو، شو كي داير على حالة، تجرلو كاسكيطة وما شابه. اذا من هذه الناحية تيبان لي ان فيرا والسكس وين او الكوين بجوجهم خرقوا هذه اللعبة، فانه هو كان واحد اللحظة عنقها وحط عليها يدو، وراه بانت بلي ديرونجات، بغات تحيد يدو هذاك الشيء، وكان بعد عاوتاني عاود لعباتها كولو وكونات، وهي عاوتاني عاود جات ودات هذيك اللعبه ديال القص في وجهها، هي بحال ردات له الصرف، وراه كان ردان الصرف من واحد الناحيه. اللعبه الثانيه وهو انه تيبان ليا بلي كان شي شويه التحكيم ماشي عادل وماشي معقول، ولكن تيبان لي بلي سيكس وين بصح ربحات. علاش سيكس وين ربحات وخسر فيرا؟ لان فيرا من الاول وراه قال انا داخل خاسر، لان انا ضد بنتي، هي اللي قالت غير شوفوا هذا كل شيء غادي يبدا تيغوت، ونوعا ما داك الشيء اللي وقع. وفي حين انه هو كانوا عنده بزاف د اللعبات كان ممكن يكتبهم، بحال هادشي مثلا اللي كتب في هاد البيف هذا ولا في هاد ديستراك، ولكن هو تقبل الخساره. انا هكايا حللتها وكبان ليا هو تقبل الخساره من البدو، وقال بلي انا داخل خاسر حيت انا لاعب ضد بنت، يعني خصني نضربها في الجينز ديالها ولا شي لعيبه ما صالحاش للتيفي، اذا ما غاديش ندير داكشي. ولكن هو كان بصح عنده بزاف د اللعبات يدوي فيهم وقالها له الدروس، ولكن هو ما دارش البلان ديال التحكيم اللي بلي ما كانش تما، هو انه بصح كانت واحد الميول، لان هي البنت الوحيده، اي لعبه قالتها بصح من واحد الناحيه داروا داك الاوفر هايب، فهمتيني، كانوا تيغوتو تينقزو تيجريو اللجنة ديال التحكيم، بالخصوص الدروس وطوطو. لعيبة أخرى هو أن طوطو قال له ميني كليماندو، هادي كانت باينة باللي كان واحد الميول ضد فيرا، لأن علاش تقول لبنادم بحال ديك الهضرة؟ علاش تقول له بحال ديك الهضرة؟ وأنت واش أنت في اللجنة ولا أنت كتبي فيه معاه؟ إلا أنت كتبي فيه معاه، واخا غتسميه ميني كليماندو ولا غتسميه ميني شي واحد في مدينته، واش فهمتي؟ ولكن انت اللي في اللجنه خاصك تكون محايد، يعني خاصك تكون محايد في الصفات ديالك، في الاسلوب ديال الحوار ديالك، في كل شيء. اذا مثلا هذاك هو دليل انه ما كانش واحد الحياد تجاه هذاك الدري فيرا. على اي تيبان لي بلي فيرا بصح خسر هذاك الباطل ديال التلفازه، لان كان بصح بزاف ديال اللعيبات كان بامكانه يديرهم، واللي هو غيديرهم هنايا اللي ماشي بالضروره يخسر الهضره ولا شي لعبه، لان هي مثلا استخدمت الجنس ضده، هي قالت له انت يا ماشي راجل انا اللي غادي نخطبك ولا شي لعبه بحال هكايا، اذا حيدات هي من الرجوله في ديك اللحظه، فهمتيني، هو داك كان بانش لاين. اولا قالت له ما كانوش غيحطوك ضدك وما شافك صرت طب، هذاك راه احسن بانش لاين تقال في هذاك الراب باتل بكل واقعيه، هذاك بانش لاين راه قاصح وباس له مجهد وخاسر، هذاك راه ذكي. وانا نشوفه شنو قال له. قالك هاد الأحداث راه حقيقية، فهمتي؟ ارت ورك ناضي بعد هذا، شكون رايانز البرودوسر؟ راه هي اسم روبا هذا شدو كوي هذا شدو ضرب له بوسه، شو سخرية القدر دابا وحنا مع المقوصة، فرحانة قصي وجهي نسيتي بلا انتي مقيوصة، اهدستي نهار البيف خليتي ماماك مفقوصة، خالتي قولي نويطة بنتك نوضيوصة. مثلا دابا هادي قصيني حيت عارفة راسك مقيوصة، دابا هادي ما كانش دوز في التيفي زعما،
لانها معنى ضمني، زعما راه ماشي تخسر الهضره حرفي، فهمتيني؟ قصتيني حيت انت مقيوسه. بانش لاين كان غادي تفهم، ولكن تنظن باقي بي جي، والله اعلم. تنظن انا يدوز في التلفازه خصوص دوز، انت دوز راه كدوز ماكرف. تنهار البيف خليتي ماماك مفحوصه، خالتي قولي لبنتك نوضي ديري الحيميا، دات كتدي الفيل اللي في اللوغو دغينيا. هذا بلان اخر مثلا. اللعبه ديال الطاي هو راه قاص فيها، ولكن كان بامكانه يدخل، كان بامكانه يبني فيها شي تو بانش لاينز مجهدين، كان غير لان هي حاولت تستخدم العمر ضده، تستخدمها تيقولنا انه هو دري هي بنت، قالت له انت ارتبط بحطوك على انا مرجله عليك غندير لك كذا، كان بامكانه يستخدم الطاي ديالها ضدها بزاف. ما باغاش بات بألف، هي باغا غيميا، أب ديالها مرباش ما نلوموهش غيعيا. شوفوني مع طوطو مرة مرة كنلحسو، ما بين حداش فيرا طاح معاك من نحسو، بحالك ان بي سي في اللعبة ما زادو ما نقصو، دابا شديت في الدار بالرب الجيران لا نعسو. خلاص هادو ما كانوش غادي يدوزو، ولكن حتى هادو ماشي بانش لاينز مجهدين، حيت زعما هادو سامبل عادي اي واحد تيقولو، فهمتيني؟ شديتك الجيران ما غينعسوش، كدا غندير لك، غادي نوسعك، داك الشيء يعني الشيء عادي. ولكن النويط عادي قال له بحالك بحال شي ام بي سي في شي لعبه، راك ما عارف دوك ان بي سي زعما تيكونوا، تكون في الجيطيه مثلا تيكون شي واحد غادي يزحلك في الشارع، فهمتيني؟ ما زايد، ما هو جزء ماشي ستاج بالتلعب، هي زايد بنادم. سكيبي المقدمة ودابا ندخلو في النقاش، جي معاك مقدمة تعلمك شدي غا الإيقاع، حط الورقة فوق الدماغ سينسخ أحدث اللقاء، النمبر شد عشيرك شوف كيفاش قنعو دير النقاب. كيقتلونا بزعت هادو كيلبدو لاش بكات، والله ما عرف سولوها في البدو لاش بكات، دارو حالة الفيمينيست غيعطروها لاش بهات، هادو كينقضو في المقلب بلاص النار بلاش بكات، كاع ما ضربتي لي الحساب واخا ضربتي الكارطة، ردمو الكلاش راه عارفين كسارطة، عارفيني اونتي القحاب جاب راه عارفين كسارطة. هذا ما كانش في التلفازة واقيلا، ولكن شوف راهي مسألة الذكاء، راه أي سطر تقدر تشدو. اخونا داك رفيق بو بكر بو رشيد شي لعبه، المهم نسيت داك الكوميدي اللي لقيت يقول لهم يا ولاد الناس، ياك دارت في التلفازه الذكاء، هو راه قال لك شنو قال، ولكن عوج الكلمه، راه كان بامكانه يدير بزاف من هادوك اللعيبات بلا ما يطردق يعني الارباك، ايه بالعقل، ولكن كان بامكانه يقول بزاف. تنظن هو استسلم من اللحظه اللي شاف راسه ضد بنت، وهي البنت الوحيده اللي كاينه وهو اللي حطوه وكذا، قال I got framed، ريطوني، قال فهمتي يعني، قال صافي خسرت. اذا هو دخل اصلا، حتى هو ملي دخل لابس زعما الحوايج حطها نعاسيه وكذا، راه زمان انا جاي غير هنا ونعاود نرجع للناس، واش فهمت؟ هي جات واجده تبيفه، جايه تربح، هو جا متقبل الخساره. من ناحيه التحكيم واحد اللعيبه بصراحه، سمول اكس بيج اب سمول اكس، كان محايد، كان زوين في الطريقه كيفاش هضر، لانه مثلا الى لاحظتي هما تحت فيهم ما شكر حتى حاجه في فيرا، اوكي هي ربحات ولكن هو ما دار حتى حاجه زوينه، ما كان عنده هو حتى شي بانش لاين، ما كانش لاتيتود ديالو ناضي فوق ستيج تمايا. الحطه سمول اكس هو الوحيد اللي على هاد اللعبه، قال له انا عجبني الكونسيبت، عجبتني الحطه وكيفاش فكرتي فيها وداك الشيء، هو طوطو ينقز قال له ولكن الثقه في النفس بزاف. وخويا طوطو راك عارف الثقه في النفس راه كاع تنثقوا في نفسنا عاديه، فهمت يعني؟ ماشي مسألة ثقة في النفس بزاف، مسألة أنه هو ما وجدش بانش لاينز مجهدين بحال ديالها وربحاتو. شي يكون كان عنده شي بانش ضعافين كان غادي يبان خونا واعر، فهمتي؟ كان غادي يبان واعر، ولكن هي زمتاتو لأن جات باش تربح، وكانوا عنده دي بانش لاين مجهدين على دياولو بكل واقعية، وربحاتو كتستاهل تربح بكل واقعية. ولكن بيج اب سمول لأنه كان محايد، أولا شكر داكشي اللي دار هو زواون، وكان في نفس الوقت بين له باللي راه بحال حقرها، بحال ما وجدلهاش القاصح، واللي وانا في نظري تيبان لي ماشي مساله حقرها، ولكن هو اصلا كان جاي عوال خاسر، وعاد من بعد شكرها عاوتاني هي، ومن بعد عطاها الربح وقال له راه حتى حاجه زعما ماشي شخصيه ولا شي لعبه. عجبني في هذيك اللعبه كيفاش بصح كان حكم زعما في الصميم. بولي الفارطه ماشي حيت رطيطه، بحيت نتيا طارطه، جروبي سربي دوري غادي تربحي ديسك دور، واخا يحطوك في سطوري باينة حيت طامعين اللور، كاع ما كفاني دوري وموراك غادي رابي مور، غنقصك وندوز السطوري واخا غنقز الصور، للأسف تشنج عضلي كوما راعي تلتيفي غيسميوني غضاليم.
هي هذه النويطه الشيكو ما راهش للتيفي، ولكن اخويا فيرا راه منطقيا. ولكن شوف والله يتف في الورده كي تنقولوا هاد البلان اللي وقع هو ربح ليهم بجوج، هي ربحات في داك الباطل وداس ولا يسهل عليها، وهو ربح البوبليك. ها هو التراك ديالو راه ضرب دابا اكثر من مليون في شي يومين ولا 3 ايام، ضرب اكثر من 100 ألف ابوني في فولورز في الانستغرام وفي يوتيوب في نيت في هاد 3 ايام هادي، وراه ان شاء الله مازال الامور غادي تكبر وغادي تزاد. يعني هذا راه ربح كبير، لانه هو انسان كي تنقولو مسرار كيدخل في الخاطر كتفرج كيعجبك فيرا، دري ذكي تيعرف كيفاش يهضر تيعرف العيبات، باقي صغير تاديك اللعيبه ديال العمر راه واخا تتلعب الضو في شي لعيبات، ولكن راه بالنسبه لينا حنا اللي كناس المحبين لهذا الموفمون هذا ولا هذه الموسيقى تنفرحوا واحد العشير هذا طالع مجهد. واش فهمتي شنو كتشوف؟ ماشي واحد العشير تيبان لك مجهد ولكن عنده مثلا 30 عام كتقول شحال هاد العشير باقي غير رابي لينا، وكي تيبان لك واحد صغير كتقول هاد خونا راه مازال غادي ينبضى وغادي يتبجد ومازال غادي يعطينا مصايب هاد المزيكا. وهذا علاش احنا كنشوفوا الحب ديال البوبليك لهاد الانسان كبير. اذا هو ربح خارج التلفازه يا ربحات في التلفازه، تتبان لي باللي في هذه الحياه بحال عادله نوعا ما، فهمت يعني؟ والله يسهل على الجميع. صفطو اسد فرح شوية لابالين حليب المراعي في التيني شوفي التيني مع سليم فرهوخ. تنظن هادو كان يدوزو في التلفاز شي ماشي قلت لك زعما اللعبات ديال الطاي وكذا بحال هي كخدمات العمر ضد الطول وخدمات انه هو دري وهي بنت، انه الا قالت عليه انت ماشي راجل بنت بعد يقول شنو قالت له، كان بامكانه حتى هو يحاول يحيد شويه من الانوثه ديالها، كان بامكانه يضرب في الطاي كان لعبات. ولكن شوف كان ما يهمش، المكون هو هادشي اللي وقع هو انه بجوج مربحه. لا 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 ما ديرلهاش هكا حشومه. عاد لاحظت هنا يكتب لها 6 وكاين بلاصت وين، هي 6 وين براي راه بحال هي بحال كوين حيت 6 ديالها بحال ديك الكيو، فهمتيني؟ راه تقدر تقراها كوين و 6 وين بحال 6 ديال الربحات، هو قلب هذا اللي هنايا 6 لوز يعني 6 د الخسرات بحال خسرات 6 د المرات، على حسب بحال شي جلوز عليك الصح. كيت ريكورد صافي تفات نهاية النشرة إلى يوتيوب يوتيوب من بامكنا، تحياتي لخوتي وجيراني فاس، وتحية للجميع وتحية لكاع المغاربة. وبالرجولة الدراري بغينا تشبك كيفاش في ميريكان شبكة كندريك لامار ودريك ومرونة، وحنايا هنايا تقشحتة ولا شنو؟ ها بغينا تشبك الدراري. المهم هذا ما كان، هذا هو الرأي ديالي. تيبان لي بلي بجوج مربحو كله فين ربح، تيبان لي بلي هو دخل خاسر ومتقبلها وصافي، كان عنده بلان في الراس يديرو هو هذا، دارو صدق بيس فيرا. دابا راه عندك البالون في التيران ديالك في رجليك، تراكات اللي جايين خصهم يكونوا مجاهدين باش هذيك 100 ألف تولي مليون ان شاء الله. هذا ما كاين اخوتي، تحياتي وواحد السلام عليكم.